ساعة إخبارية جديدة من قناة التناصح، والبداية بأهم الأنباء. المؤتمر الوطني يدعو لنصرة أهل بنغازي سياسياً وعسكرياً، وحكومة الإنقاذ تحمل حفتر والأجسام المنبثقة عن صخرات مسؤولية المجازر في بنغازي. طيران محلي وأجنبي يشن 8 غارات متتالية على قنفودة، وانفجار سيارة مفخخة في ساحة الكيش. قوات حفتر تصادر شاحنة إغاثة قادمة إلى درنة، وخطباء وأئمة المدينة يدينون الحصار المفروض عليها. حياكم الله مشاهدينا في رأس هذه الساعة. قال المؤتمر الوطني العام في بين الله السبت إن الجريمة والتي حدثت في أرض شبنة وقبلها في الليثي وقنفودة وغيرها تبين بوضوح تجرد أتباع ما يعرف بالكرامة من إنسانيتهم وآدميتهم. المؤتمر أضاف أيضا في بيانه أن كل تلك الجرائم تكشف أيضا نفاق المجتمع الدولي ومن يتآمر بإمرة من داخل البلاد، إضافة إلى ازدواجية معاييرهم في التعاطي مع مأساة بنغازي ودرنا حسب نص البيان. هذا وأهاب المؤتمر الوطني العام بكل شرفاء الوطن أن يهبوا لنصرة إخوانهم وأن يتحركوا لنجدة أهالي بني غازي، سواء كان سياسيا أو حقوقيا وحتى عسكريا. هذا واستنكرت حكومة الإنقاذ الوطني كل المجازر التي ترتكب في حق المدنيين في بنغازي، والتي كان آخرها مجزرة شبنة والتي راح ضحيتها 10 مواطنين وجدت جثثهم في مكب للنفايات. الحكومة في بين الله الخميس اعتبرت مجزرة شبنة تواصلا لعدوان مجرم الحرب حفتر وقواته على المدنيين، والذي بدأ منذ انطلاق ما يعرف بالكرامة حسب نص البيانة. كما اعتبرت الحكومة أيضا الأجسام المنبثقة عن صخرات والجهات الموقعة عليها شريكا في هذه الجرائم، ومحملة إياها المسؤولية أخلاقيا وقانونيا. هذا وكانت مصادر في مدينة بنغازي قد أكدت للتناصح العثور على 8 جثث مرمية في مكب للقمامة عليها أثر تعذيب بشرع زيتا بأرض شبنة والتي تسيطر عليها قوات حفتر. مصادر خاصة ذكرت أن أحد الجثث تعود لشخص يدعى حسن الشريف والذي تم اختطافه الأسبوع الماضي، فيما أضافت المصادر أن جثتين تعودان للأخوين يوسف ويحيى المزغي. هذا ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها، حيث سبق وأن وجدت 14 جثة في منطقة الليثي بينهم أئمة وخطباء للمساجد. ومن جهة أخرى شنت طائرات إماراتية وأخرى تابعة لمجرم الحرب حفتر 8 غارات متتالية على منطقة قنفودة السكنية مساء السبت بحسب مصادر من المنطقة. هذا وتستمر جرائم حفتر وقواته تجاه العالقين في منطقة قنفودة وسط صمت من المجتمع الدولي والأجسام المنبثقة عن مشروع صخرات. يشار إلى أن منطقة قنفودة تشهد قصفا يوميا بالمدفعية الثقيلة والطيران الإماراتي موقعا خسائر بشرية في صفوف المدنيين. أفاد شهود عيان بسماع ذوي انفجار وسط ساحة الكيش بنغازي مساء اليوم السبت، وتضربت الأنباء بشأن طبيعة الانفجار في وقت تحدثت فيه بعض المصادر عن انفجار حقيبة مفخخة وضعت داخل أحد المقاهي القريبة من الساحة، في حين أكدت مصادر إعلامية مقتل الناشط السياسي محمد أبو كعكيصة وثلاثة أشخاص آخرين في تفجير الكيشة. هذا ونشر ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي صورة لعميرة الدخان وهي ترتفع من وسط الساحة دون إعطاء تفاصيل أكثر عن طبيعة الهجوم. أكد موقع بريطاني مختص في الشؤون العسكرية والدفاعية أن الإمارات قامت قاعدة عسكرية في مدينة المرج تبعد حوالي 100 كيلومتر شرقي بنغازي لدعم قوات حفتر. هذا وقال الموقع في تقرير له الخميس أن القاعدة العسكرية تقلع منها طائرات هجومية خفيفة من نوع AT-802 وطائرة بدون طيار، موضحا أن العمل بالقاعدة بدأ منذ مارس الماضي.
يشار إلى أن عدد من المصادر الإعلامية قد نشرت في وقت سابق تسجيلات صوتية تظهر توجيه طيارين إماراتيين لطيارين ليبيين لقصف مواقع في مدينة بني غازي. تلعب الإمارات دورا مشبوها في دعم القوى المضادة للثورة في دول الربيع العربي، فبعد دعمها للانقلاب في مصر ومحاولة القضاء على الثورة هناك، نراها اليوم تدشن قواعد عسكرية لها في ليبيا لدعم حفتر. المزيد في هذا التقرير. بعد أن كانت التوجيهات تصدر عن برج المراقبة في قاعدة بنينة، أصبحت الطائرات الإماراتية أكثر حرية في اختيار أهدافها بعد أن دشنت قاعدتها الاستعمارية الجديدة في المرج. فقد كشف موقع IHS جين البريطاني عن قاعدة جوية أقامتها دولة الإمارات في قرية المرج شرق ليبيا، وتقلع منها طائرات هجومية وطائرات بدون طيار لدعم موقف حفتر. حفتر الذي لا يكاد يخرج من فضيحة حتى يدخل في أخرى أكبر منها، يبدو أنه لم يعد يبالي بإظهار عمالته لخارج ليبيا. وليس غريبا أن تكون الإمارات قبلة لحفتر، فقد كانت من قبل مدرسة للمتردية والنطيحة، ولنا في السيسي خير دليل. ولكن المستغرب هنا هو موقف ذلك المجلس المعين من الأمم المتحدة صاحب الشرعية الدولية، وهو حامي حمى البلاد. هذا ما روج له الباحثون عن بديل، ولكن ألا تعتبر مواقف الرئاسي المريبة من قصف قنفوذة ودرنة وسرايا الدفاع، بل وصمته عن قصف قواته في المواني النفطية، ألا يعد هذا خير دليل أنهم جاءوا لمهمة رسمت في دوائر الظلام، من المتردية في مصر إلى النطيحة في المرج، تواصل الإمارات العربية خذلانها للعروبة وقضية المسلمين؟ فهل سيكون الثوار ليبيا خيل الرهان أمام مؤامرة فتكت بأحلام شعوب طمحت في الانعتاق والحرية؟ لن نعود للقيود، قد تحررنا وحررنا. قوات مجرم الحرب حفتر في أحد النقاط الأمنية بإجدابها شحنة إغاثة تحمل مواد غذائية كانت متجهة إلى درنة. مصدر في المدينة قال في تصريح لتناصح إن هذه الشحنة تعد ثانية من نوعها، والتي كان من المزمع أن تصل لدرنة لتوزع على الأسر المحتاجة في المدينة. يشار إلى أن قوات الكرامة قد منعت في وقت سابق دخول سيارات الصليب الأحمر والتي تحمل مساعدة إنسانية للمدينة، وصدرت منها الأدوية وبعض المستلزمات الطبية. وفي درنة أيضا، حيث أدان خطباء المساجد في المدينة في خطبة الجمعة الحصار الذي تتعرض له المدينة من قبل قوات مجرم الحرب حفتر. مصدر في المدينة قال في تصريح صحفي إن الأئمة وحدوا خطبهم بخصوص ما تتعرض له المدينة من أوضاع معيشية صعبة جراء الحصار المفروض عليها، وداعين إلى التكاثف والتعاون في قضاء المصالح المعيشية فيما بينهم. يشار إلى أن قوات ما يعرف بالكرامة تمنع دخول المواد الأساسية للمدينة وتضيق الخناق على أهلها. هذا وأكد مدير مستشفى الوحدة في مدينة درنة عادل دوالة في رسالة وجهها إلى المجلس المحلي للمدينة بوجود نقص شديد في الإمداد الطبي نظرا للظروف التي تمر بها درنة من حصار خانق من قبل عناصر حفتر. دوالة في رسالته التي تحصلت التناص على نسخة منها طلب المجلس المحلي بالإسهام في توفير قائمة احتياج الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمرضى الكلى حتى تتمكن المشفى من تقديم الخدمة الطبية للمواطن. يذكر أن عناصر مجرم الحرب حفتر قد صادرت بعض الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من قبل جمعية الهلال والصليب الأحمر الدولي.
تستمر سرايا الاستطلاع من قوات الثوار الذين يقاتلون ما يعرف بتنظيم دولة في سرت في مراقبة منطقة الجيزة البحرية استعدادا لتحريرها من بقايا تنظيمه. وقال مصدرنا في مدينة سرت أن قوات الثوار تخلصت الجمعة من كميات كبيرة من القذائف والألغام، إضافة للعبوات الناسفة بعد أن جمعتها من المناطق التي دحر منها عناصر ما يعرف بتنظيم دولة. الجدير بذكر أن منطقة الجيزة في سرت تعتبر آخر معاقل لتنظيم الدولة. تمكنت السلطات التونسية من ضبط أحد عناصر ما يعرف بتنظيم دولة بعد أن حاول تغيير هويته وأوراقه الثبوتية وتمويه السلطات الأمنية. وبينت مصادر مطلعة أن أجهزة الأمن التونسية ضبطت المذكور عليه والذي تسلل إلى الأراضي التونسية عبر ليبيا بعد تضييق الخناق عليه في سرت. وأضافت المصادر أن أجهزة الأمن التونسية تابعت عبر معلومات استخباراتية اتصالات منتسب تنظيم الدولة الهاتفية مع عناصر التنظيم في ليبيا، لافتة إلى أنه جرت عملية مداهمة للمنزل الذي يقطنه، واعترف أنه ينشط في التنظيم بين ليبيا وتونس وأنه عاد منذ فترة قصيرة إلى بلاده. ومن جهة أخرى، أكد الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية العقيد بالحسن الوسلاتي وجود طائرات استطلاع وطائرات دون طيار أمريكية في تونس. هذا وأشار الوسلاتي إلى عدم وجود أي قاعدة عسكرية أجنبية في تونس، قائلا أن طائرات الاستطلاع والطائرات دون طيار الأمريكية التي وضعت على ذمة تونس تقتصر مهمتها فقط على تدريب القوات التونسية على مراقبة الحدود مع ليبيا، وليس هناك أي قاعدة عسكرية أجنبية في تونس. هذا وكانت مصادر حكومية أمريكية قد أعلنت الأربعاء الماضي أنها تستخدم قاعدة جوية تونسية لشن عملياتنا ضد ما يعرف بتنظيم دولة في ليبيا بطائرتنا دون طيار، حسب ما نشرته صحيفة واشنطن بوست. وفي ذات السياق، حيث وسعت وزارة الدفاع الأمريكية سرا شبكتها العالمية من قواعد طائرات بدون طيار في شمال إفريقيا عبر نشرها طائرات وأفراد من الجيش الأمريكي في قاعدة تونس للقيام بمهام تجسس في ليبيا. وبدأت الطائرات بدون طيار من طراز رابير التحليق من القاعدة التونسية في أواخر يونيو، ولعبت دورا رئيسيا في الهجوم الجوي الأمريكي ضد معاقل ما يعرف بتنظيم الدولة. هذا وقال مسؤولون أمريكيون أن طائرات بدون طيار والتي تنطلق جوا من تونس غير مسلحة حاليا، وكانت أساسا تستخدم لجمع المعلومات الاستخباراتية على أهداف فيما يعرف بتنظيم دولة في سرت. وفي أخبار المنطقة الغربية، حيث تشهد مدينة الزاوية هدوءا حذرا صباح اليوم السبت بعد توقف الاشتباكات التي اندلعت الجمعة وسط المدينة. مسؤول الإعلام بالهلال الأحمر فرع الزاوية مهند كريمة قال في تصريحات صحفية أن الاشتباكات خلفت قرابة 5 قتلى وعدد من الجرحى. هذا وأكد كريمة أنهم يتواصلون مع طرفي النزاع من أجل فتح ممرة آمنة لخلاء العائلات العالقة في منطقة الاشتباكات، وأنهم يتوقعون أن يسمح لهم بذلك في وقت لاحق من مساء اليوم. وكانت مدينة الزاوية قد شهدت صباح الجمعة اشتباكات بين مجموعات مسلحة استخدمت فيها الدبابات وأدت إلى إخلاء شوارع وسط المدينة. هذا ودعا المؤتمر الوطني العام عقلاء الزاوية وحكمائها وشيوخها وأبنائها إلى تحكيم شرع الله المطهر فيما حدث بينهم والكف عن القتل ووأد الفتنة التي يحيكها أعداء الدين والوطن. المؤتمر الوطني العام في بيانه شد على أيدي كل الخيرين الذين يسعون إلى إنهاء الاحتقان وعودة الأمور إلى طبيعتها بين أبناء الزاوية. يشار إلى أن اشتباكات وصفها البعض بالعنيفة كانت قد اندلعت يوم الجمعة بين مجموعتين مسلحتين موقعة خسائر بشرية ومادية في المدينة. أخبارنا متواصلة وفيها أيضا. مفوضية الكشاف في درنا تقيم مهرجانا ترفيهيا للأطفال. Mm-hmm.
على أهل بنغازي أن يتأخروا قليلا ويتأملوا في المشهد وأن يعطوا لأبنائهم فرصة، لا يكونوا عونا للشيطان على أبنائهم. لكن نحن لا نملك هذا، لا نملك أن نتحكم في أفعال الناس. نحن نلوم أنفسنا، في أن سمحنا لأمثال هؤلاء في أن يتحكموا. نحن نعلم أن هناك فئات قليلة جدا تحمل فكرة التكفير، وهذا الفكرة الغالية. بحث أصوات أهل الخير وبحث أصوات أهل العلم في التحذير من الغلو والتحذير من التكفير. بفضل الله جل وعلا لا يزايد علينا أحد. أسير، هل يسمح لأسير حرب أن يتقلد أعلى منصب في الجيش الليبي؟ الآن رأينا أن أول ما أعلنت حرب الكرامة وما يسمى بحرب الكرامة أعلنها حفتر وليست له أي صفة شرعية في الجيش الليبي أو في الدولة الليبية، ومع ذلك يسوقونه اليوم على أنه القائد الأعلى للجيش الليبي ويطلبون من الليبيين أن يأتمروا. الذين ينفرون من الجماعة الإسلامية المقاتلة ومن الإخوان ومن فلان ومن فلان ثم نراهم يقاتلون مع هذا الظالم في 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 بنغازي. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل قد حياكم الله من جديد. قامت مفوضية الكشاف والمرشدات في مدينة درنة وبالتعاون مع منظمة اليونيسف للطفولة مهرجانا ترفيهيا للأطفال بمقر المفوضية انطلق عصر الجمعة، ويهدف المهرجان إلى رفع الروح المعنوية للأطفال تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد. هذا وشارك في المهرجان أطفال من مختلف الفئات العمرية في الألعاب التي أشرف على تنظيمها عناصر كشاف درنة. مع الحركة الكشفية تنظم اليوم فضية كشاف درنة مهرجان للطفولة وتقديم بعض الألعاب وتخفيف الضغط النفسي وتقديم الدعم لهم كأطفال. طبعا أنتم عارفين الوضع اللي سير في مدينة درنة، وإن شاء الله يعني كل موضوع هذا يخفف شوية منهم من الضغط اللي سير عليهم. التزام مع بداية النشاط المدرسي، يعني على الأقل يخش طالب للمدرسة على الأقل في قدامه نشاط وفي خدمة. انطلقت اليوم السبت امتحانات إجازة حفظ القرآن الكريم كاملا على مستوى ليبيا، والتي تنظمها وتشرف عليها إدارة شؤون القرآن الكريم والسنة النبوية بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية. مدير إدارة شؤون القرآن الكريم والسنة النبوية الشيخ التهامي الزيتوني قال في تصريح لتناصح إن الامتحانات انطلقت في كافة مدن ليبيا شرقا وجنوبا ووسطا باستثناء المنطقة الغربية بسبب سوء الأوضاع الأمنية في مدينة الزاوية وضواحيها. هذا وأشار الزيتوني إلى أن الامتحانات التي انطلقت ستستمر طيلة 3 أسابيع، مضيفا أنها امتحانات شفهية، لافتا إلى أنه سيمتحن مجتازي الامتحان تحريريا. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف مدير قسم الامتحانات بإدارة شؤون القرآن الكريم والسنة النبوية الشيخ عادل النجار. بداية الشيخ عادل، مرحبا بك معنا، ولو تحدثنا عن هذه الامتحانات التي حدثت اليوم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. أولا نعرف بالصفة عادل النجار رئيس قسم التوجيه والتقويم والقياس. مرحبا بك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. انطلقت فعاليات امتحانات القرآن الكريم لهذه السنة بعدة لجان عاملة على ربوع بلدنا الحبيبة. تقسيم اللجان يعني قسمنا حوالي إلى 87 لجان. لجنة في طرابلس، أخذ من طرابلس إلى رأس جدير، ولجنة تأخذ منطقة الخمس وأصل الأخيار ومسلاتة وترهون وبن وليد والجفرة، لجنة أخرى خاصة بمنطقة مصرات وزليدن، ولجنة خاصة بجبل نفوسة، ولجنة خاصة بجنوب الحديد، إضافة إلى لجنة خاصة بمدينة درنة الحديدة،
ولجنتين خاصتين بالعنصر النسائي، لجنة مركوزها في طرابلس، نعم، لجنة مركوزها في مدينة نصرات. نعم. طيب، حدثنا عن الأسباب التي تمنعكم بالتحديد عن إقامة الامتحانات في المنطقة الغربية بالخصوص. والله كان من الجدول يعني أن أساس أن اليوم تبدأ في المنطقة الغربية في تجمع في صدراتها ثم نقل إلى زاوية، ولكن الظروف أمنية وعدم استطاعة أعضاء اللجان من السفر، قمنا بترحيل الجدول إلى فترة أخرى إن شاء الله. نعم. طيب، هل لديكم إحصائية لأعداد المشتركين في هذه الامتحانات على مستوى ليبيا كافة؟ والله هم الطلبة المشاركون الآن يعني زهاء 3400 طالب وطالبة. نعم، نساء رجال؟ لا، بالكامل نأخذ الطلبة بالكامل. طيب، 3400 طالب وطالبة يعني. نعم. طيب، هل هناك أهداف تريدون الوصول إليها من هذه الامتحانات؟ أي يعني الفائزين في هذه الامتحانات وكذا، هل يمكن أن يشاركوا في مسابقات دولية؟ هو المسابقات الدولية هي نتاج قسم المسابقات والأنشطة في إدارة القرآن الكريم، والامتحانات هذه من اختصاصات قسم التوجيه والتقييم والقياس. نعم. يعني نحن يتقدم إلينا الطالب لمنحه إجازة في حفظ القرآن الكريم بالروايات المعتمدة، يعني رواية قالون، حفص، ورش، يعني الروايات المشهورة يعني. نعم. الإجازة هذه تمكنه من تدريس القرآن الكريم. بعكس المسابقات، المسابقات هي تقام للنشأ وأعمار مختلفة، أما بالنسبة للامتحانات فعمرها مضبوط يعني 18 سنة فما فوق. نعم. يعطي الطالب يعني إجازة في حفظ القرآن الكريم تعادل في الدرجة الوظيفية. نعم. نعم، شكرا جزيلا لك الشيخ عادل النجار لهذه التوضيحات، كنت معنا عبر الهاتف. افتتح الخميس في كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة طرابلس المشفى الطبي التعليمي لجراحة الفم والأسنان، ويضم المستشفى الطبي التعليمي بحسب المشرفين عليها مجمع عياداتنا يتكون من 32 عيادة مجهزة بمعدات لجراحة الفم والأسنان، مؤكدين أن المستشفى جاهز لتقديم الخدمات للمواطن وتدريب خريجي الكلية. هذا أوضح عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة طرابلس محمد عزوز أن كل دفعة ستخرج من هذه الكلية ستعمل في مجمع العيادات إلى حين تخريج الدفعة التي تليها، ومشيرا إلى أن القدرة الاستيعابية للعيادات تقدر ب 45 خريجا. وقعت بلدية تجرى مذكرة تفاهم مع منظمة إنالة للتطوير الاقتصادي والاجتماعي من أجل تقديم خدماتنا للمشاريع الصغرى والمتوسطة، واتفقت المنظمة المتخصصة في توفير قواعد البيانات وتقديم الدعم التقني والتدريب لأصحاب المشاريع مع البلدية على التعاون لتوفير بيئة لرواد الأعمال الشباب، وكذلك أطلاق مجموعة من البرامج التدريبية والاستعانة باستشاريين متخصصين في المجالات المستهدفة بناء على الاحتياجات داخل البلدية. افتتح مدير مستشفى غريان المركزية التعليمية محمد بيوض المعهد الصحي المتوسط للتمريض في مستشفى المدينة المركزية. هذا وأوضح مدير المشفى أن افتتاح المعهد جاء من أجل تدريب الطلبة وسد النقص في عناصر التمريض المؤهلة والمتخصصة داخل المشفى. هذا وحضر افتتاح المستشفى مدير المعهد حمزة جنادي ومدير إدارة المستشفيات والتمريض بوزارة الصحة ولجنة إعادة فتح وتأهيل المعاهد الصحية التابعة للوزارة، إضافة لعدد من رؤساء القطاعات الصحية في المدينة. قالت مصادر مطلعة في مدينة أوباري للتناصح أن مستشفى المدينة العام سنفع عمله بتشغيل عدد من أقسامه. المصدر ذكر أن الأقسام التي استؤنف العمل بها هي الطوارئ والولادة والمختبرات والعلاج الطبيعي والأشعة، مضيفا أن الأقسام المتبقية سيتم العمل فيها فور عودة الأطقم الطبية. هذا وأغلقت مستشفى أوباري العام الماضي جراء الأحداث التي شهدتها المدينة إثر اشتباكات بين قبيلتي الطب والطوارق.
قالت حكومة الإنقاذ الوطني في بيان لها الجمعة أنها تتابع بقلق ما أعلنته المملكة العربية السعودية بشأن إطلاق الميليشيات الحوثية صاروخا باليستيكا باتجاه مكة المكرمة والذي اعترضته قوات التحالف العربي. هذا ونددت حكومة الإنقاذ الوطني بما قامت به الميليشيات الإنقلابية للحوثيين وزمرة الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح من محاولة فاشلة لقصف قبلة المسلمين مساء الخميس حسب نص البيان. وأهابت الحكومة بجميع الدول العربية وجامعات الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكل الهيئات العربية والإسلامية المعنية بالأمر أن تبدأ بخطوات جادة تجاه المعنيين. هذا وكانت مجموعة مسلحة يمنية حوثية قد قامت بمحاولة فاشلة منها لاستهداف مكة المكرمة بصاروخ باليستيكي، إلا أن قوات التحالف العربي اعترضت ذلك. وقال اللواء أحمد عسير المتحدث باسم التحالف العربي إن استهداف الأراضي المقدسة في مكة المكرمة بصاروخ باليستيكي ليلة الجمعة يكشف زيف شعارات تلك الميليشيات والتي وصفها بالمنحرفة. هذا وأوضح عسيري أن الصاروخ الذي اعترضته قوات التحالف العربي كان على بعد 65 كيلومترا من مكة المكرمة. توفي الخميس الشيخ المحدث شعيب الأرناؤوط حيث وافته المنية في المملكة الأردنية عن عمر ناهز 90 عاما. يذكر أن الشيخ شعيب من مواليد دمشق ودرس اللغة العربية وعلوم نحو وصرف وأدب وبلغ في سن مبكرة في مسجد دمشق ومدارسها القديمة. هذا وتتلمذ الأرناؤوط على يد الشيخين صالح الفرفور وعارف الدوجي. أثارت تصريحات رأس هرم النظام في مصر حول الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها الشعب المصري موجة من السخرية في مواقع التواصل الاجتماعي. المزيد فلنتابع. طب والله العظيم أنا قعدت 10 سنين تلاجتي كان فيها مية بس وما حد سمع صوتي 10 سنين. 10 سنوات من القحط المستمر بقيت فيها الثلاجة السيسي فارغة إلا من الماء، أمر ما كان للسيسي أن يكلف عائلته الغنية عناء سداد فاتورة الكهرباء لأجل بعض الماء البارد في وقت تحتاج فيه مصر إلى كل جنيه بعدما باتت خزائنها خاوية. يدرك رأس النظام في مصر أن صبر المصريين بات ينفذ وأن لحظة مواجهة الحقيقة لا يمكن تجنبها في ظل غياب إصلاحات اقتصادية تنقذ البلاد من التردي المعيشي الذي أصبحت عليه. تساؤل عن المعيار الأخلاقي الذي يسمح بمطالبة الشعب المصري بالصبر على الفساد والمفسدين وتحمل مصاعب الحياة الناتجة عن تمدد الهوة بين الأغنياء والفقراء بشكل مفزع، يصعب معه ردم أو تقليص تلك الهوة إلا بظهور قيادة جديدة تدرك دورها الريادي في صياغة مشروع وطني للخلاص. ما يحدث في مصر الآن عنونت له الإيكونوميست البريطانية قبل نحو 2.5 شهر بخراب مصر، في إشارة إلى الغضب الذي يعتري المصريين وينذر بثورة وشيكة مع ارتفاع عدد العاطلين إلى 40% من السكان ونمو متزايد في هجرة الشباب وتمدد التطرف من سيناء إلى العاصمة القاهرة. إنجازات الحكم العسكري المزعومة في مصر والتي يسوق لها إعلام متزلف ومنافق قادر على بيع الكلام والضحك على من يشتريه تجد لها صدى عند من يرقصون مطالبين بأن يكون لهم سيسي مثل سيسي مصر، صنم برتبة عسكرية. وأخيرا، حيث تشهد مدينة حلب السورية معارك عنيفة بين قوات الثوار والجيش الحر من جهة وقوات بشار الأسد والميليشيات الشيعية الداعمة لها من جهة أخرى، حيث واصل الثوار تقدمهم بعد أن أطلقوا معركة ملحمة حلب الكبرى. المزيد في هذا التقرير. كما نشاهد الآن نحن على مدخل ضاحية الأسد التي أصبحت محررة بشكل كامل على يد الأبطال في جيش الفتح والفصائل العسكرية في الجيش السوري الحر ضمن المرحلة الأولى من ملحمة حلب الكبرى، حيث تحررت هذه المدينة بشكل كامل من الميليشيات الطائفية وقوات النظام والشبيحة التي كانت تتواجد داخلها. هذا هو أول حاجز لقوات النظام والميليشيات الطائفية التي كانت تتمركز به الذي تم دكه بعشرات بل مئات من الصواريخ
صواريخ جهنم وجحيم التي دكت المنشآت الطائفية في مدينة حلب على أطراف مدينة حلب ليتم تحرير هذه المدينة بشكل كامل. تم أسر مجموعة كاملة من حركة النجباء العراقية وأسيرين من شبيحة النظام داخل هذه المدينة التي تحررت بشكل كامل، إضافة لمقتل عدد كبير من قوات النظام والميليشيات الطائفية داخلها. نشاهد الآن نتجول داخل شوارع وحارات ضاحية الأسد أو ضاحية الثورة كما يسميها الثوار في هذه المنطقة. عملية اقتحامية ربما استمرت لساعات بدخول مدرعات ومن خلفها اقتحاميين وكتائب الأسناد لتسفر عن السيطرة بشكل كامل على هذه المدينة الاستراتيجية. إضافة لضاحية الأسد تم تحرير مناشر منيان، إضافة إلى معمل الكرتون الذي هو أحد أكبر وأعتى قلاع النظام في المنطقة على أسوار مدينة حلب، إضافة لحاجز حاجز الصورة، إضافة لحاجز المدرسة وعدة حواجز أخرى محيطة بمدينة حلب باتجاه كسر الحصار. الثوار مستمرين في هذه المعركة كما يذكر قياديون عسكريون. نسمع الآن اشتباكات عنيفة على أطراف ضاحية الأسد، على أطراف مشروع 3000 شقة، على أطراف مشروع 1070. الملحمة لا تزال مستمرة والمعركة محتدمة جدا، والتقدم مستمر الآن إلى 3000 شقة باتجاه الأكاديمية العسكرية. الجدير بالذكر أن ضاحية الأسد هي مدخل للأكاديمية العسكرية، أكبر وأعتى قلاع النظام في منطقة في منطقة ريف حلب الغربي باتجاه مدينة حلب. كان معكم من داخل ضاحية الأسد معاذ الشامي، مدينة حلب. وإلى جولتنا في أحوال الطقس فلنتابع. ختام أخبارنا وهذا أبرز ما جاء فيها. المؤتمر الوطني يدعو لنصرة أهل بني غازي، وحكومة الإنقاذ تحمل حفتر مسؤولية المجازر في بني غازي. طيران أجنبي ومحلي شن 8 غارات متتالية على منطقة قنفودة، وانفجار سيارة مفخخة في ساحة الكيش. قوات حفتر تصادر شاحنة إغاثة قادمة إلى درنة، وخطباء وأئمة المساجد هناك يدينون الحصار المفروض عليها. وتبعتم أيضا مفوضية الكشاف في درنة تقيم مهرجانا للأطفال. ختام هذه الأخبار، دمتم في أمان الله.